جينا لهون باركنا تقريب السنة بدون فرصة عمل، ما في فرصة عمل، فتنا كثير قليل ما في فرصة عمل. أجا شخص الله يجزيه الخير شجعنا على المشروع واشتغلنا معه ولحد الآن مستمرين. شغلنا مثل ما كن شايفين بالطوناج، يعني علبة سردين، علبة مرتديلا، كله طوناج بنلمه هون مراكز تجميع، بنلمه على المكبس بنكبسه بنبعته معامل السهر. معامل السهر، معمل السهر هنيك تجار بتستفيد منه، تجار يعني بتصرفه. بقى جينا بحثنا على شغل ولقينا الشغل هنا، جينا انا ورفقاتي واشتغلنا الحمد لله مكبس طوناج، ويلا يكفينا يعني يلا يكفينا يوميا، يلا حق الخبز. انا كنت بحاجه للعمل حتى اشتغلنا بهالمركز هذا، وطبعا بس بحق خبزاتنا حتى شيء بس ناكل ونظبط امورنا. الوضع المعيشي صعب لدرجه انه رحنا عم نأمن خبزاتنا بس، والحمد لله رب العالمين على كل شيء.